إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك الذي تكلم فيه مؤلفه عليه رحمة الله عن العقيدة الصحيحة، استقاها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع القرون الثلاثة المفضلة عليها، وسار عليها أهل السنة والجماعة من بعد ذلك، وهو الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، فقد ألف هذا الكتاب المسمى العقيدة الواسطية، وأجاد فيه عليه رحمة الله كعادته في كثير من كتبه، وجعل الله عز وجل لهذا الكتاب القبول، فشرحه جمع من أهل العلم كثير، ودرس في الجوامع والجامعات، ودرس في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها. ولذلك ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب وبما جاء فيه، فهو من العقيدة الصحيحة الصافية النقية من البدع. وكنا في فترة سابقة قد تكلمنا على مسائل كثيرة في هذا الكتاب، ووصلنا فيما يتعلق بما لله عز وجل من أسماء وصفات إلى صفة وجه ربنا الكريم، وهو عليه رحمة الله، أقصد الشيخ ابن تيمية، جمع هذه الصفات سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. والفرق بين الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال، مثل صفة العلم، مثل صفة السمع والبصر، مثل صفة الحياة، مثل صفة القدرة، فهذه صفات ذاتية لله عز وجل دائماً وأبداً لا تنفك عنه بحال، وهي من كمالاته العظيمة. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها ربنا سبحانه وتعالى أحياناً، مثل صفة النزول عندما ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، فهذه تسمى صفة فعلية، وكلها كمالات لله عز وجل، وهي وردت في القرآن والسنة كثيراً، وذلك ليتفقه العبد فيها وليترسخ يقينه، وليعظم الله عز وجل حق التعظيم، وليرجو الله ويخافه ويكبره. فالله عز وجل أكثر من ذكر هذه الصفات في كتابه الكريم،
كثيرا. ولا شك أن المراد من الإكثار من هذه الصفات لكي يفهمها العبد ويخضع لله عز وجل بموجبها ويوقن بها. ومن ذلك صفة الوجه الكريم، فإن الله عز وجل قد ذكره في الكتاب وفي السنة، فقال في الكتاب: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وجاءت أدلة كثيرة من السنة في صفة وجه الله عز وجل وفي ذكر صفة وجه الله عز وجل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن ييسر له لذة النظر إلى وجهه الكريم، وكما جاء في الدعاء في دخول المساجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال الشارح هنا: هذه الآيات فيها ذكر صفة من صفات الله التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل، ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية، ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله وصفات خلقه. وهذه قواعد عامة في كل صفات الله عز وجل، فهي لا تمثل بصفات المخلوقين، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولا تحرف معانيها بتأويلات باطلة كما حصل من أهل البدع في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة الثلاثة. وهنا الأمر واضح في هذه الآية: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ثم ذكر صفة اليد لله عز وجل، وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. وصفة الوجه لله هي من الصفات الذاتية، والله أثبت لنفسه وجهاً كما أثبت لنفسه يدين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين. فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله بها نفسه. وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة. فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها إلى آخر تلك الصفات التي لا يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة. نثبت أيضاً الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من الصفات. فباب الصفات باب واحد، وهذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك، فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، بل أجروا الجميع مجرى واحداً،
وكل ما كان صفة لله أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به عز وجل. ومن ذلك صفة الوجه لله عز وجل، والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها هذه الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب عز وجل، ثم نعت الوجه، نعته يعني وصفه بقوله ذو الجلال والإكرام. وكذلك قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، هنا أضاف الوجه الذي هو صفة لنفسه، وفي هذا إثبات كونه صفة لله عز وجل. وقد قال الشعبي وهو إمام من أئمة التابعين: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني تصل الكلام، لأنه لا تتم الجملة إلا بهذا، تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح، وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله عز وجل بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام. وفي هذا إثبات أن الأشياء هالكة فانية، وأن الذي يبقى هو الله عز وجل. وهنا ذكر البقاء لوجه الله عز وجل، وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه. وهذه الكلية يعني فيها تخصيص، يعني كل شيء هالك مما كتب الله عليه الهلاك، لأن العرش لا يفنى، والكرسي لا يفنى، والجنة والنار لا تفنيان، فليس المراد بكل شيء هالك، فيه استثناء ذكرها بعض العلماء، 8 أشياء ذكرهم. ومعنى ذلك أن كل يدخلها التخصيص، كقوله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فدل على أن المساكن ما لم يشملها التدمير. وكذلك كما قال سبحانه عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. والمراد من كل شيء يحصل للملوك، وليس كل على عمومها، وإلا فإن ملك سليمان ما لم يعط لها. فدل على أن هذه الكلية العامة لها تخصيص، والذي خصصها هو الأدلة الأخرى والنصوص. وذكر الذين حرفوا هذه الصفة وأنهم لا دليل عليها، لا دليل على تحريفاتهم، فبعضهم قال: ويبقى وجه ربك، قال: وتبقى ذاته، فراراً أن يثبت لله وجهاً، قال: يبقى ذاته. وبعضهم قال: وجه زائدة، وقال: ويبقى وجه ربك، يعني يبقى ربك.
لئلا يثبت لله وجه. وهذه شبه قامت عند الفرق المنحرفة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن تأثر بهم، فإنهم لا يثبتون الوجه لله عز وجل صفة تليق به. والشبهة التي القائمة عندهم هي في كثير من الصفات، أنهم يقولون إذا أثبتنا له وجه فإن ذلك فيه تشبيه بالمخلوقات التي لها وجه، وهذه شبهة داحضة. وهذا الاستدراك لا مبرر له البتة، والوجه لا يشبه، الذي يثبت الوجه لا يقول أنه يشبه وجوه المخلوقين أبداً، ولا يكيفه ولا يمثله، لكن يثبت وجهاً كما جاءت النصوص أن حجابه النور، حجاب وجه الله عز وجل النور، لو كشف النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذا التحريف لا يلتفت إليه البتة، وهو من مسالك أهل البدع. ولذلك هم أنكروا رؤية وجه الله في الآخرة بناء على أنهم لا يثبتون لله وجها، إضافة إلى أنهم أنكروا العلو، فلذلك يقولون لا يمكن أن يرى وجه الله عز وجل، ويحرفون معنى الآيات كما سوف يأتي معنا في مبحث الرؤية. السبب في هذا التحريف هي الشبه العقلية التي تسربت إليهم من علم الكلام، فصاروا يجعلونها مقدمة على الوحي. ولهذا من قواعدهم تقديم العقل على النقل، ومع هذا تجدهم مختلفين في هذا العقل الذي يقولون. فتجد مثلا الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات ويقولون هذه لا ينافيها العقل، والمعتزلة لا يثبتون هذه الصفات ويقولون تنافي العقل، فدل على أنهم مختلفون فيما يسمونه العقل ومضطربون فيه. ثم إن الله سبحانه وتعالى كرر هذه الصفات في القرآن، وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يحدث عندهم إشكال، ولم يرد في أذهانهم أنها من تشبه صفات المخلوقين أبدا، لم يرد في أذهانهم البتة، وإنما عظموا الله عز وجل ولم يسألوه عن كيفية وجه الله. ما تجرأ أحد أن يسأل عن كيفية وجه الله بل ولا غيره من الصفات، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الكيفية، ولا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما أعلمه الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل في مجلس الإمام مالك رحمه الله وسأله في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سأله عنها وقال كيف استوى يا إمام، استغرب هذا السؤال لأنه لم يرد من أحد من السابقين كيف استوى، فقال الاستواء معلوم، يعني المعنى الذي نسمعه في الآية معلوم، نعلم معنى الاستواء وأنه علا وارتفع على العرش، الاستواء معلوم، والكيف مجهول لا نعلمه، والإيمان بالاستواء واجب. قال وأراك رجل سوء، وأمر بإخراجه من حلقة الدرس. قال أراك رجل سوء، لأن هذا تكلف وتنطع، شيء لم يسأله الصحابة ولم يرد فيه إشكال فلا يسأل عنه البتة.
إلا ما ورد السؤال عنه إذا كان مثلاً الصحابة لم يسمعوا، أو بعض الصحابة لم يسمعوا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك. قال رجل: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. وهذا لم يسأل عن الكيفية، وإنما سأل: هل ثابتة صفة الضحك لله عز وجل؟ قال: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. ثم قال له، قال الرجل بخم، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. يعني أن المراد أن هذا الرجل استبشر بمعنى الصفة، استبشر بمعنى الصفة، وهي أنها أن الذي إذا ضحك لك ضاحك فدل على أنه سوف يكرمك ولا يهينك، وسوف يفعل لك معروفا ونحو ذلك. لا نعدم من رب يضحك خيرا. غير هذا لم يرد السؤال البتة، لم يرد أحد من الصحابة أنه سأل عن الكيفية في جميع الصفات، ولذلك لا يلتفت لمن حرف هذه الصفات الكريمة، وتبين لكم أنه يسير على غير طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طبعا أشار هنا إلى مسألة وهي مهمة، أشار إلى مسألة فيما يضاف إلى الله عز وجل، فقال إن ما يضاف إلى الله الذي أشار الشارح، وهو أخذها من كلام لابن تيمية وغيره من العلماء، ما يضاف إلى الله عز وجل فهو على نوعين: نوع من هذه الصفات لا تقوم بنفسها، يعني مثل صفة العلم، لما تقول علم الله فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. سمع الله، لأنك لن تجد سمعا منفصلا، بصر الله، وجه الله، يد الله، فهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ونوع آخر يقوم بنفسه مثل ناقة الله، فإن الناقة منفصلة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، تقول ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، عبد الله، فهذه الإضافات من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهنا إضافة الوجه، فإن الوجه لا يوجد وجه منفصل لوحده، فهذا يثبت أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ذكر هنا أبيات كثيرة أخذها من ابن القيم عليه رحمة الله في النونية، وذكر ذو الجلال والإكرام هذا هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا صفة للوجه، ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، فذو نعت للوجه، ولو أراد أن نعت للرب لقال ذي الجلال والإكرام، كما جاء في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فدل على أن الجلال والإكرام يطلق على الله ويطلق على الوجه أيضا. وأتى في مرة وصف لوجه الله عز وجل،
وأتى مرة ثانية وصف لله سبحانه وتعالى، هو أشار إلى عالمين كبيرين من المتأثرين بالأشاعرة، لكنهم لم يتابعوهم في كل ما ساروا عليه، وهو ذكر البيهقي والخطابي، وهم يؤمنون بصفة الوجه ولم يتابعوا الأشاعرة على تحريفاتهم. طبعا لا منافاة هنا، قال: فإذا صفة الجلال والإكرام صفة للوجه، وهو صفة لله أيضا كما في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو التعظيم والهيبة، الجلال هو التعظيم والهيبة. وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات، صفات جلال وأسماء جلال، وصفات جمال وأسماء جمال. صفات جلال وأسماء جلال وصفات جمال وأسماء جمال. ولهذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا التفريق، حيث قال في أولها: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال والكمال، في الجلال بكمال الجمال. وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيراً من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في كلام في ما يتعلق بالختم، ونسبوا لشيخ الإسلام هذه الختمة وفيها أدعية، بعضهم لا يثبتها، وبعضهم من هذا الاستنباط الذي ذكره الشارح يقول هذه من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المقصود هنا أن أسماء الله وصفاته منقسمة إلى جلال وجمال، ومعنى الجلال أي الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، هذا الجلال. الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، مثل القوي والعزيز والجبار والقهار والقدير إلى آخر هذه الأسماء والصفات. وأما صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها المحبة والرغب، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله عز وجل أنه جميل، وهذه من صفات الجمال، وهو الرحمن وهو الرحيم، وهذه من صفات الجمال، وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحو ذلك من صفات الجمال. والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله عز وجل على خلقه هي من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله عز وجل. هذا ملخص ما ذكره الشارع على هذه الصفة العظيمة، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي التي ينبغي أن يعتقدها المؤمن، ولله عز وجل بضوابطها المذكورة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف.
وهذه قواعد عامة في الأسماء والصفات. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث عن يدي الله سبحانه وتعالى، وذكر فيها قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله يدي مثنى يد، كأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقوله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني مكفوفة عن الإنفاق. وقال الله عز وجل: بل يداه، يعني الثنتين، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة، النصوص الأدلة يعني نص، يعني منصوص نصا، هذا إذا قيل النصوص فالمراد فيها الأدلة من الوحي، وأجمع عليها السلف. والسلف إذا أطلق فأول ما يدخل فيه الصحابة، فإنهم هم السلف. السلف إذا أطلق، ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: لا تقبلوا حديث فلان فإنه يسب السلف، والمراد أنه يسب الصحابة. وهذا مما يشينه، وسب الصحابة اشتهر عن الرافضة، فإنهم يسبون الصحابة ويسبون أبا بكر وعمر، فقال: فإنه يسب السلف، والمراد يسب الصحابة. وأجمع عليها السلف. والله عز وجل له يدان، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، وأنه صلى الله عليه وسلم متصف فيهما بصفة الكمال. والمراد كلتا يديه يمين أنها كاملة لا نقص فيها. وهنا كلتا يديه لأن المخلوق يمينه أكمل من شماله، وشماله فيها نقص عن يمينه، وهذا النقص لا يكون، لأن الله ليس في صفاته شيء من النقص. فهذا المراد بكلتا يديه يمين، يعني لا نقص فيها البتة. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل. قال المؤولة أهل التأويل، لأن التأويل قد مر معنا في درس، أظن مر معنا في التفسير أو في العقيدة، أن التأويل يطلق على ثلاثة معاني، منها معنى أطلقه المتأخرون وقالوا فيه: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر غير الظاهر، فهم يسلمون أن ظاهر النصوص أثبت اليدين، لكنهم يقولون هو مصروف عن ظاهره لدليل آخر. ما هذا الدليل؟ قالوا: الدليل العقلي. وهذا باطل، لأنه لا دليل عندهم، وإنما شبهة قامت في أذهانهم. لكن لو جاء دليل صحيح من الوحي
يصرف الشيء عن ظاهره فإن السلف يقولون به، كما مر معنا في كل من عليها فان، فلما جاء دليل مخصص قالوا به أن المراد من أراد الله إفناءه، وإلا فإن العرش لا يشمله هذا العموم وما ذكر باستثناء منه، فينظر فيما يصرف اللفظ عن ظاهره وعن عمومه، فإن كان دليلاً صحيحاً معتبراً من الوحي قيل به، وإن كان شبه وخيالات قامت في أذهان بعض الناس فهذا التأويل لا يلتفت إليه، ولهذا سموا بالمؤولة لكثرة التأويلات عندهم لحقائق الوحي، وهذا كثير، يعني يقع من كثير من الناس، يعني يؤولون مسائل في الصفات والأسماء وفي الأحكام وفي غيرها، ولذلك أكثر الذين يحرفون في الشريعة قديماً وحديثاً هو من هذه التأويلات الفاسدة التي لا يقوم عليها دليل صحيح، ولهذا اشترط أن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يعني بفهم الصحابة، أما إنسان يأتي بفهم الآن ما قال به الصحابة فهذا يدل على أنه خالف الصحابة، ولذلك تجد بعضهم يجتهد الآن ويقول هم رجال ونحن رجال، ليست المسألة بالرجولة، ليست المسألة بالرجولة أن الرجل مثل الرجل، يختلف الرجل مثل الرجل في بعض الأحكام، لكن في فهم القرآن والسنة فإن فهم الصحابة مقدم، لأنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفسر لهم الرسول وعايشوا الرسول وعرفوا الحق وعقولهم وقلوبهم سليمة ولغتهم صحيحة وفهمهم صحيح، فلا يأتي أحد يخالف إجماع السلف ثم يقول هم رجال ونحن رجال، وهذه الفوضى الفكرية المعاصرة التي يخبط كثير من الناس في تفسير الآيات والأحاديث من عند نفسه ويأتي بأدلة، ولذلك حتى استغنوا عن تطبيق الصحابة والسلف لكثير من المسائل والأحكام وقالوا هم يفهمون فهماً ونحن نفهم فهماً آخر، وهذا ما اشتهر عند من يسمون أهل الحداثة، فإنهم يأتون بمعاني ليست هي المعاني الصحيحة التي فسر بها السلف القرآن والحديث، ولهذا الواجب على طالب العلم إذا أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة، خاصة الكتب التي يروون المعاني بالإسناد مثل تفسير ابن جرير الطبري، البغوي، ابن كثير وغيره من التفاسير، وأيضاً بعض التفاسير ذكرت في الأحاديث وبوب عليها أهل السنن، فيرجع إلى هذه، أما التفسير بالرأي والهوى من غير دليل خاصة إذا كان مصادم لتفسير صحيح، إذا كان مصادم لتفسير صحيح جاء عن السلف الصالح فهذا لا يلتفت إليه، فهؤلاء المؤولة أولوا اليدين وقالوا اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة، فمعنى ذلك يفسرون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، ثم كل الخلق مخلوقون بالقدرة، يعني الميزة لآدم أن الله خلقه بيده،
فهذا تأويل واضح أنه معارض لظاهر القرآن ونص القرآن من غير دليل. قال: وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، يعني القدرتين، هذا لا يمكن أن يصير، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة. ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي كان مما رد به أن قال: أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان؟ لاحظتم المراد؟ بل يداه مبسوطتان، ونعم الله عز وجل كثيرة وكل مبسوطة، فكيف يكون يداه يعني نعمتان مبسوطتان ومعنى ذلك أن بقية النعم غير مبسوطة؟ وهذا يعني استنباط ظاهر وقوي. والإمام الدارمي من أئمة أهل السنة والجماعة، وأما بشر المريسي فهو من المعتزلة المؤولة أهل التحريف. نعم. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء. أولاً إثبات صفة اليد مفردة، كقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. الثاني إثبات صفة اليدين مثنى، كقوله: لما خلقت بيدي، وكقوله: بل يداه مبسوطتان. الثالث أن تكون مجموعة، كما قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني جاءت مفردة ومثنى ومجموع، فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع. ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا: التثنية هذا نص، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية، والإفراد لا يمنع التثنية، ذلك أن الإفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفرداً ويراد الجنس. وأما الجمع فإن له قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفاً، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، وهذا أقل في الاستعمال، يعني أقول يد محمد ويد محمد وخالد ويدا محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية، فهذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح. ويدل عليه في القرآن قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما لهما قلبين. وجاء بصيغة الجمع، قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فخاطب الله عز وجل عائشة وحفصة بقوله: إن تتوبا إلى الله. وعائشة رضي الله عنها لها قلب واحد، وحفصة لها قلب واحد، والمجموع قلبان، فقال صغت قلوبكما. فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. لهذا نقول: ما ورد مثبتاً بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا
ونحوها من الآيات، فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية نص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى. أما الجمع فليس نصاً عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصاً عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. ولهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين، لأن المراد الجنس، والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأصح في لسان العرب. إذن تبين من ذلك بأن من قال إن لله أيد أو إن لله أعين، يعني له أعين كثيرة أو أيد كثيرة، أن قوله باطل، وإنما هما عينان ويدان. طبعا هو ناقش المؤولة الذين يحتجون بالمجاز نقاشا طويلا يرجع إليه إذا أحببتم. هو أشار أيضا إلى مسألة لئلا تفهم خطأ، وهي قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، قال ليست هنا جمع يد، يعني ما بنى السماء باليدين كما خلق آدم بيديه، لكن هذا جمع يد، بل معناها والسماء بنيناها بقوة. وبعض من الناس يظن هذا مثل طريقة المؤولين، وهو ليس كذلك، بل هذا تدل عليه الدلالة فيه واضحة. فليست هذه والسماء بنيناها بأيد، ليس المراد بها مثل ما عملت أيدينا، وإنما الأيد هنا القوة. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وذا الأيد هنا يصفه عز وجل بما لم يشترك فيه مع غيره، لأن البشر كلهم عندهم يدين، فليس المراد بداود أنه الذي له يدين، ليس المراد ذلك. فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي خصه الله بها، فقال ذا الأيد، وصارت عندنا التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة. كذلك أيد هذه الثانية التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وذا الأيد يعني ذو القوة، ونحو ذلك. وهذا باب معروف والحمد لله، لعله اتضح لكم هنا. طيب، ذكر بعد ذلك الحديث عن صفة العينين لله عز وجل، لكن كم بقي معنا من الوقت؟ إذن نؤجل الحديث عن صفة العينين لله عز وجل إلى درس قادم بإذن الله، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.